بمناسبة ذكر نوح بن أبي مريم، هل الكذب عمدا على النبي صلى الله عليه وسلم يستوجب الخلود في النار؟ كبغض علي. كبغض علي، لكن المسألة تفترق، أن هذا كذب متعمدا لعبد الكريم بن أبي العوجاء لأجل أن يحرم الحلال ويحل الحرام. طيب. كما صرح هو بنفسه، هذا يعتبر خرج من الملة لو قصد هذا؟ أنا ما دعني والمثال أحمد، إذا قصد ماذا؟ إذا قصد أن يدخل في الشريعة عمدا لأجل تزييفها ونحو ذلك، هذا كافر؟ كافر. كافر. وعامة الوضاعين الذين كانوا يضعون الحديث؟ لا، ليسوا سواء. ليسوا سواء. لا شك. يعني اللي يضع مثلا حديث شكوت إلى جبريل ضعفي من الرخاء فأمرني بأكل هريسة، هذا لا يقصد دس شريعة أو تغييرها، هذا من أجل ترويج البضاعة، كالذي روى أيضا الحديث من أكل اليخنة دخل الجنة، هذا حديث أنت ما تعرفه فينبغي الترويج عني. هذا يروونه بعضهم عن إمام قرية، جاءوا أحد فلاحي القرية، وعليكم السلام، قال عنده يخنة متكدسة عنده ويخشى أن تفسد، قالوا ما عليه، أنت أحضرها غدا أو اليوم إذا كان يوم جمعة وضعها أمام المسجد والباقي علي. ففعل الرجل، صعد المنبر، يا عباد الله اتقوا الله إلى آخره، تسلسل، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل اليخنة دخل الجنة، الناس ما يكادون يصدقون، يخرجون من المسجد اليخنة مكوم أمام باب المسجد حتى يشتروا يخنة مشان يدخلوا الجنة. ففي لحظات انصرفوا من المسجد، نظف المكان من اليخنة، لأن الشيخ رواه على المنبر من أكل اليخنة دخل الجنة. فهذا بلا شك كذب وافتراء ويستحق النار في التبوء مقعده من النار، لكن هذا يختلف عن ذاك الذي قصد إفساد الدين والشريعة. نعم. هذا متبع هو. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سأذكر أن الجويني يعني يذكرونه العلماء في من تفرد بأنه حكم على الكاذب على رسول الله بالكفر. أبو محمد. أبو محمد الجويني. يعني يذكرون انه يعني قال عنه كافر، انه كافر. نعم هذا مذكور صحيح في المصطلح، لكن انا في اعتقادي لابد من التفصيل. نعم. لابد من دراسة الدافع له عن الكذب. نعم.